حدثنا هاشم وبهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني من سمع الأعرابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فرفع رأسه من الركوع فرفع كفيه حتى حاذتا أو بلغتا فروع أذنيه كأنهما مروحتان. حدثنا هاشم وبهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال وحدثني من سمع الأعرابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وعليه نعلان من بقر قال فتفل عن يساره ثم حكى حيث تفل بنعله. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن خالد الحذائي عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير قال أخبرني أعرابي لنا قال رأيت نعل نبيكم صلى الله عليه وسلم مخصوفة